حضرتك عند نقطة أو محور آخر، إنه محور البحر المتوسط. لأول مرة نشوف مصر بتلتقي بالدول اللي شبهها، بنتكلم عن قبرص، بنتكلم عن اليونان، بنتكلم عن محور جديد استطعنا ترسيم الحدود أدى إلى عدد من الاتفاقيات الاقتصادية. حضرتك شايف ده إزاي؟ شايفه بإيجابية شديدة، لأن أنت لو تنظر، أنا عشت في ألمانيا في فترة الثمانينات، الرئاسة المصرية كانت تروح بالكتير ألمانيا فرنسا إنجلترا نادرا، وتطلع على أمريكا، ما فيش غير الأربع اللي دول في علاقتنا مع الغرب. نادرا ما شفت حد بيروح رومانيا أو حد يروح بلغاريا. المجر جالنا رئيس وزرائها حاليا، ابتديت تفرد اللي بقوله بتعبير لغة كرة القدم، تلعب على الأطراف أيضا، لأن هذه الدول بتسعد جدا أن تتبادل مع الزيارة. ثم خلقت تحالف اقتصادي جيد مع كل من قبرص واليونان، واليونانيين بالذات فيهم جالية. أنا يعني زرت اليونان كثيرا قائدا لسيارتي، سقت عربيتي في اليونان من أقصى الشمال لأقصى الجنوب وأنا جاي من رومانيا. في اليوناني اللي تربى في مصر وترعرع وعاد، ده هو ده اللي بيفخروا بيه، لأنه يوناني مصري، هو ده اللي بيجيد اللغات، هو اللي ده بيقود السياحة. لدي جالية مصرية ضخمة جدا في اليونان، حتى أن سفير اليونان بيقول لي إن 25% من الأسطول البحري اليوناني بحارة مصريين، أغلبهم من عزبة البرج، القرية اللي أمام رأس البر في دمياط. ولو تشوف تمام، إذا هذا المحور كان هاما يا سيادة السفير، عزبة البرج اللي هي كانت قرية صيادين الآن مليانة عمائر وأصبح جديدا في هذه الحقبة الزمنية وفيها 3000 سفينة صيد. حضرتك سامعني، أنا بقول لحضرتك نعم. هذا المحور كان هاما جدا وتم استحداثه في هذه الفترة. أيضا إيطاليا فيها جالية مصرية عظيمة.